تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، تنطلق في تمام الساعة 5:30 من صباح الجمعة بطولة افتتاح موسم القدرة بقرية البحرين الدولية للقدرة بمشاركة واسعة من الفرسان والاسطبلات. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن هذا السباق سيكون استثنائيا ويتوقع أن يشهد الإثارة والحماس وقوة المنافسة، خصوصا أنها تقام بين أفضل الفرسان والاسطبلات التي ستشارك في السباق، إذ بدأ الجميع استعداداته لخوض المنافسات مبكرا في الوقت الذي كانت فيه بعض الاسطبلات في مرحلة خاصة من الاستعدادات ولم تتوقف تحضيراتها منذ ختام الموسم الماضي. وتوقع سموه أن يشهد هذا السباق إقبالا كبيرا من المنافسين بين الاسطبلات، وخصوصا في ظل الإقبال الكبير للمشاركة في الموسم الجديد، موضحا أن هذه المشاركة الإيجابية والمتميزة التي سجلها الفرسان في سباقات الموسم الماضية ستساهم بكل تأكيد في نجاح الموسم الجديد وتميزه. وطالب سموه اللجان العاملة بالاتحاد الملكي مباشرة استعداداتها عبر كافة اللجان من أجل الاستعداد وتحقيق أعلى درجات النجاح في السباق الافتتاحي من جميع النواحي، حيث يطمح الفرسان في دخول المنافسة بصورة قوية، متوقعا أن تكون جميع بطولات هذا الموسم مميزة بين كافة الفرسان، إذ أن باب المنافسة سيظل مفتوحا أمام الجميع ومنذ البداية. وحث سموه الفرسان على تحقيق نتائج المتميزة والمنافسة الحقيقية على اللقب، معتبرا أن مراحل السباق فرصة حقيقية أمام فرسان جميع الاسطبلات المحلية لتأكيد تطورهم وقوة منافستهم في هذا الموسم، مشيدا سموه بما وصلت إليه رياضة القدرة البحرينية من مستوى متطور كبير، متمنيا سموه للجميع كل التوفيق وتحقيق النتائج التي يطمحون لها. ووجه سموه الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة على توفير مختلف أشكال الدعم والمساندة للفرسان من أجل إبراز الصورة المشرفة عن رياضة القدرة البحرينية، مشيدا بالإجراءات التنظيمية التي رافقت فعاليات إجراء الفحص البيطري للجياد المشاركة في السباق. من جهته أثنى سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، أثنى على دعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة المستمر للرياضة البحرينية عموما ورياضة القدرة خصوصاً.